كابتن مصطفى يمكن الناس عاوزه تعرف الغزال الاسمر بس قبل ما حته الغزال الاسمر ديت لما كنت بتسمع وانت في الملعب يا مصطفى يا مصطفى دي كان مع... انا بالنسبه لي كان ليها رد فعل معايا كتير قوي انما انت الاغنيه دي اتقالت عشانك وانا وهي... وانا غشيناها منك ربنا يخليك هو طبعا كان بتسعدني جدا وكان بتديني حماس غير عادي يعني. جدا آه. وبتخليني في الملعب شعليلة شعليلة اه ببقى آه بقى عاوز اعمل اي حاجه في الملعب في لما تسمع اغنيه يا مصطفى مصطفى مصطفى, لحد دلوقتي جميله جدا لحد دلوقتي لغايه دلوقتي لما بقى, بقى بتفتكر الزمن الاذاعه آه. ويقولوها كده بسمعها ومبسوط اه بترجعك بالزمن الجميل بالزمن الجميل الحمد لله كابتن مصطفى يمكن احنا في برنامجنا هنا احنا بنأرخ الحلقات للنجوم اللي هي حققت لمصر خاصه انت كنت نجم دوره طوكيو